طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أولى ساعات نهارنا يوميا بنلتقيكم من خلال برنامجكم اللي بيشحنكم بالطاقات الإيجابية دائما ودوما، برنامج طاقات بلا حدود. فقط كل الأشخاص اللي بيبحثون عن هذه الطاقة الإيجابية، أيضا إذا كنت من الأشخاص السلبيين أو إذا كنت من الأشخاص اللي حاب تغير من تفكيرك من سلوكياتك، فقط تابعني من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا، معايا أنا أمين العبد الله وأيضا زميلتي رشا أندجاني من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. أيضا أحلى وأقوى تحية لكل أصدقائي عبر صفحتنا بتويتر على @@ألفألفأفأم، وآت أكيد أكاونت ضيفنا اللي كان عندكم من قبل 10 دقائق وأكاونت الشخصي أمين العبد الله A3M4E. أرحب بكل الجيش الأموني اللي بدأ ما شاء الله يرتبطون معانا للبرنامج. شدوا الهمة، اليوم حلقة مميزة، حلقة رائعة، حلقة فعلا مليانة بالطاقة الإيجابية على بكر عليان، عمر عرب، بسمة ألف، السلطان العولقي، أنور، عبد الله علواني، عبد الرحيم المدرب، أيضا إبراهيم سلامة ضيفنا اليوم، محبة ألف، ولد السلطنة، معاذ، عبد المحسن، زهر قربان، حسين السعيد، عدنان مرغلاني، جنيد باوزير، اتحادي 88. أول شخص رتبت لليوم معانا خلق الحسين. اليوم مستمعين الكرام رح نتكلم عن العلاج بطاقة الألوان والأواني، وحول هذا الموضوع ضيفنا من أرض طيبة الطيبة من المدينة المنورة الأستاذ إبراهيم سلامة، مدرب متخصص في الموارد البشرية والتنمية الذاتية وصناعة القادة والتدريب على مشاريع الأعمال الصغيرة. مساك الله بالخير أستاذ إبراهيم، ومساء إن شاء الله مفعم بطاقة إيجابية كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم الأنوار، وشكرا لك أستاذ أمين العبد الله، وشكرا للإذاعة الرائعة دائما والإذاعة المحببة إلى نفوسنا ألف ألف إم، وأحييكم وأحيي السادة المستمعين في كل مكان. قبل ما نبدأ حلقة اليوم، أنا أمس أستاذ إبراهيم قلت لهم، في أحد الأشخاص سألني عن الجيش الأموني، السالفة اللي حكيتكم إياها مستمعينا أو الجيش الأموني، هذا الشخص الأستاذ إبراهيم سألني عن الجيش، صاحباتك صديقاتك عاملين لك في تويتر ولا هذول مجموعة من طبعا محبين الجيش الأموني؟ قلت له لا، هذا الجيش الأموني حقيقي مو صديقاتي. صحيح صحيح، ما شاء الله تبارك الله، أنا يعني تفاجأت من اللقاء الأول بالحماس والتفاعل اللي كان جميل جدا، وأنا يمكن أمس قلت لك هي وأستاذ أمينة، وما زلت أقول اليوم أمام السادة المستمعين، الحقيقة أكثر لقاء استمتعت بتواجدي فيه هو مع محطة ألف 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 ومع برنامج طاقات بلا حدود معاكم مع الجيش الأموني. نعم، احنا حنرجع استاذ ابراهيم، حنرجع مع الجيش الأموني، بس انا مضطر اني اطلع فاصل اذان صلاه الظهر ان شاء الله، ونعود اخرى مع حضرتك. والعلاج بطاقه الالوان والاواني معلومات جدا رائعه، بس خليكم معنا عقب الفاصل. طاقات بلا حدود مع امين العبد الله. مساكم الله بكل الخير وعساكم على القوة، رحب بكل أصدقائنا اللي معنا من بداية حلقتنا اليوم، وأيضا كل اللي انضموا لنا بهذه اللحظات أقول يا هلا ويا مرحبا بالجميع. ترقبوا لقاء الخميس القادم بحفر الباطن من الطائف وجدة إلى لندن، ومنها إلى أبها، والخرج وعقبها إن شاء الله الباحة، والخميس رح يكون إن شاء الله في الباطن. بلقاء الخميس قصة نجاح جديدة مع ضيف الكاتب الصحفي فهيد بن فياض العديم، الساعة 8 إن شاء الله بديوانية الديرة. اليوم زي ما قلت لكم ان موضوع حلقتنا رح يكون عن العلاج بالالوان والاواني، وحول هذا الموضوع معانا الاستاذ ابراهيم سلامة، مدرب متخصص في الموارد البشريه والتنميه الذاتيه وصناعه القاده والتدريب على مشاريع الاعمال الصغيره. الوانكم ابدوا حطوها لنا الان في تويتر علشان عقب البرنامج استاذ ابراهيم الله يعينك احي قاعد يرد على الوانكم. لا ما في مشاكل، ان شاء الله حنكون متواجدين معهم في جميع حلقاتنا القادمه باذن الله ان شاء الله، وحلقه بحلقه حنتعرف اكثر على العلم هذا، العلم الجميل جدا كل ثلاثاء اللي هو الالوان. نعم، كل ثلاثاء ان شاء الله استاذ ابراهيم راح يطلع عليكم بموضوع جديد عن الالوان، راح نستمتع ونستفيد كثير منه. طيب احنا اليوم بنتكلم استاذ ابراهيم عن العلاج بالالوان،
يعني شيء عجيب. احنا بنعرف ان ثورة الطب الان صارت شغلات عجيبة يمكن ما كنا نتخيلها في السابق. هل بالفعل خلينا نقول احنا ناس بنلتزم بالدين الاسلامي بتعاليمه واي شيء ورد في الدين الاسلامي بناخذ فيه، هل موجود في الدين الاسلامي استاذ ابراهيم شغلة اسمها العلاج بالالوان؟ طبعا هي معلومة جديدة وجميلة، والحقيقة أمس مجرد بحضرتك بدأت تكلمي وبتقولي غدا حلقة العلاج بالألوان، اتصلوا بي بعض الأصدقاء فيقول لي طب أنا والله معايا أصبع أخذ لون أحمر ولا لون أزرق، فكنت أضحك وأقول لهم انتظروا لبكرة. فعلا في القرآن في الدليل على إنه الألوان هي بتعمل تأثير كبير وبتعمل تغيير. الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فوصف الله إنه هذا يعني هي البقرة طبعا لحالها ما بتسر الناظرين، بقرة زي أي بقرة عادي، لكن المميز فيها إنها صفراء فاقع لونها. طيب صفراء فاقع لونها بعد كده سر الناظرين. من هنا بدأوا فعلا يدوروا ويدرسوا الألوان ويدرسوا حتى جميع الألوان. في الأصفر الفاقع اكتشف أنه فعلا بيثير البهجة والسعادة في النفس، لذلك هو يستخدم في الوجيه المبتسمة اللي هي نسميها السمايلي فيسز. صحيح، فهي باللون الأصفر وفعلا متقبلة في الداخل. ما لو ما لو عملنا سمايلي فيسز باللون الأحمر بتعطي نفس الإحساس بالراحة؟ لا هذا على طول الغضب. إيه بالضبط، وجه غاضب. ولو بالأخضر تحس كأنه يعني يا طيب يا مريض يا مستكين، بالتالي هو كان اللون الأصفر. من هنا هذا كان أول دليل لنا في القرآن، والقرآن في أدلة كثيرة طبعا بتتكلم على الألوان. حتى الله استخدم الألوان في وصف أهل الجنة، وصف لبسهم داخل الجنة. فداخل الجنة عليهم ثياب سندس خضر، حدد الله اللون، فهو الأخضر لون الأمان ولون الشعور بالراحة، فهو الأخضر بيعطي هذا الشعور. أيضا في الآية في القرآن متكئين على رفرف خضر، فحدد الله هذا اللون الألوان، معناته أنها فعلا ألوان تفرق. أيضا برضو الله استخدم الألوان ليوصف الحالات، يعني الحالات السيئة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فطبعا لأنه حتى اللون الأزرق بيكون بيجي في الوجه، فالواحد لو اختنق أو انغنق فوشه بيزرق مباشرة. الناس اللي بيصابوا بوفاة بسبب الاختناق أو غرق وجيههم بتزرق. فالله وصفهم يوم القيامة، نحشر المجرمين يوم القيامة زرقاء، يكون وجيههم لونها زرقاء لأنه يكون في خنقة فيه. طيب فالألوان هذه يعني ربنا أعطانا إياها، وهذا هو دليلنا فيها اللي هو إنها بقرة صفراء فاقع لونها. إيش يصير طيب؟ سر الناظرين. ولذلك هو اللون فعلا الأصفر يثير البهجة والسرور، وهذا المستخدم الآن في الخارج. بدأ من هنا نعم إنه 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 هذا كما دخلنا إجابة للسؤال. حلو إنه مرتبط بالدين. طيب إحنا يمكن في حلقة سابقة قبل أسبوعين تكلمنا عن تأثير الألوان على شخصياتنا، على أمزجتنا، على علاقاتنا بالآخرين أستاذ إبراهيم، لكن إحنا نبغى نتكلم عن العلاج. هل بالفعل الألوان، في ألوان ممكن تسبب لي الصداع؟ يعني ممكن في اللون يزعجني يسبب لي الصداع أو يسبب لي الاكتئاب، حقيقي بيأثر على صحتنا أو حقيقي ممكن نتعالج من خلال الألوان؟ صحيح، هذا الكلام صحيح. أستاذ أمينة، قبل يعني آلاف السنين ما كان موجود الطب اللي هو التقليد الحالي اللي هو المعروف الكيماوي اللي بنستخدم العلاج بالأدوية الكيماوية. الطب كان موجود، كله كان عن جميع أنواع الطب البديل اللي هو العلاج بالإبر، سواء كان في الصين الإبر الصينية أو بالألوان أو حتى بالروائح، بالإيحاء، بالكي، بالعسل، بالتغذية. الألوان موجودة في ذاك الوقت من زمان، اكتشفوا المسلمين في القرون الأولى، واكتشفوا كمان قبلهم الصينيين، بل حتى كمان أنه في بعض الأدلة أنه كان يمارس هذا الطب العلاج بالألوان في الدولة الفرعونية القديمة، الدولة المصرية القديمة. العلاج بالألوان هو يعني تاريخيا بيرجع لفكر معين أنه إحنا مرتبطين بها. إذا كان اللون يأثر على شخصياتنا، تتذكروا قبل أسبوعين
الاثنين لما تكلمنا الشخص اللي اصابته كآبة شديدة وتقهقر في عمله وفي دوامه لاحظ عليه ملاحظات اخوه راح لقى الغرفة لونها اسود صح، ومجرد غير اللون ابيض الرجل رجع تماما زي ما كان السابق. فهذا كان احد انواع العلاج، هو عالجه بانه غير اللون المحيط فيه. حلو. الالوان تاثر علينا بشكل ايجابي او سلبي. حلو، احنا حنتكلم ان شاء الله استاذ ابراهيم يعني عن البيوت، حنفصلها في حلقه جايه ان شاء الله، كل الغرف النوم، الصاله، المداخل، يعني الانترنس، كلها حنفصلها ايش الالوان اللي انت تفضل ان احنا نستخدمها. لكن انت الحين قلت الاسود، وانا قاعده اطالع في تويتر براقب بشوفهم اكثر شيء مركزين على الاسود، هم معروف انه ملك الالوان الاسود والاحمر. معقول الاسود يجيب لنا الكآبه؟ يعني احنا بنلبس الاسود صراحه، اغلبنا الحريم بنلبس الاسود في السهرات. الاسود هذا العبايات اللون فعلا يعني من الالوان الغريبه، وحتى الله سبحانه وتعالى في القران قال الايه التاليه، اسمعوا الايه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. خلونا نتامل الايه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها، بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. ايش يعني غرابيب؟ ايش يعني فاهمها؟ غرابيب مش جمع غراب، لا، الغرباب او الغرباب هو جمع كلمه غربيب، وهو اللون الاسود الساده، الاسود الصافي اللي مو مركب من اي شيء. يعرف انه اللون الابيض هو مركب من الوان الطيف الكامله، لما نحطه في اللون العادي الابيض ده في المنشور بيطلع بيتفكفك الى 7 الوان. صح، الابيض كون من 7 الوان، أما الأسود هذا أسود اللي لون واحد فقط، لذلك يسمى أو يقال أسود غربيب، أسود سواد الليل، الأسود الصافي السواد. نعم. يسمى أسود غربيب. فاللون الأسود هذا من الألوان العجيبة، طبعا هو الألوان الداكنة، وفي نفس الوقت هو اللون يعتبر فعلا كئيب، وحتى ذكر في القرآن في مواضع، يعني كلها بتكون مواضع عذاب وكذا ونظلام، ويعني مسودة وجيههم، ما قال يعني ألوان تانية عارفة، فهو دائما ذكر حتى اللون الأسود دلالة على الشيء السلبية. اللون الأسود أصبح الآن زي حضرتك ما بتقولي ملك الموضة، فالآن دور الموضة تلجأ له، بيلجأوا له إنه فخامة، إنه مش عارف مين، لكن نستخدمه لكن بحذر. ليش؟ لأنه يعكس على النفسية من الداخل. كيف يعكس على النفسية يعني أستاذ إبراهيم؟ يعني بيخلي فيها كآبة يعني ممكن يكون يعني هو حتى الناس لما بتحزن بتلبس أسود صح؟ دليل على الحزن. طيب. فهو بيحط نفسه في المود هذا نوعا ما، وبياخذ الطابع الرسمي، يعني حتى لو ما تلاحظ البدل الرسمية لونها أسود بالضبط. إيه؟ فهو بيلبس الأسود نعم. طيب. السلام عليكم. الأحمر صحيح يعني هيجان أو الحب، دائما هذه الأشياء اللي فيها طاقة عالية تحس على طول بيرمزولها بالأحمر. زي طلع كرشة علي، لا يعني زي الثور عادة عشان بيجي يخلونا في أقصى حالاته أنه بينطح بيستخدمون الأحمر في أسبانيا. جميع الأمثلة اللي قلتيها جميلة، سواء كان الثور ولا فعلا أنه هو دلالة على الهياجة ودلالة على السرعة ودلالة على الحماسة، وهذا الأحمر هو خاصية هذا اللون. فاللون الأحمر هو بيثير من الداخل وبيسرع الدورة الدموية، فبالتالي سواء كان حيوان مثل الثور بيثور حوالينه وبيحاول فعلا أنه يهاجم لأنه بيثيره جدا، أو إذا كان لمشاعرنا، فمطاعم الوجبات السريعة أغلبها بتستخدم شعرة باللون الأحمر عشان يقول لك كل بسرعة ويمشي بسرعة. صحيح، هذه وجبات سريعة نخلي لغيرك مكان ويثيروا الحماس على الأكل. فحتى برضو سيارات السباق، الماركات المشهورة عالمية، الفراري غالباً باللون الأحمر السرعة. طيب في شغلة أستاذ إبراهيم بسألك عليها، يعني أنا قد استضفت حقين طاقة، في واحد من اللي استضفتهم قال إن الإنسان حوله هالات، الهالات هذه عبارة عن ذبذبات، وقال الذبذبات هذه عبارة عن ألوان. طيب هل معناته الألوان الهال اللي حولنا بألوان، قال أحمر ما نعرف إيش، وكل ما طلعنا بتصير على أحمر أو كل ما قوت، هل معناته الألوان فعلا لها ذبذبات ومتصلة فينا؟ صحيح،
شوف هي الآن إحنا لما قلنا اللون الأحمر يثير الهيجان، يثير السرعة، يثير الحماس، هذا لأنه اللون يتفاعل معنا. طيب إحنا الآن عرفنا اللون الأسود ممكن يعطينا انطباع الكآبة، اللون الأبيض يعطينا انشراح، الذبذبات هذه متصلة بينا. طبعا بالنسبة للإنسان والحالات اللي حضرتك تكلمت عليها، قسموا العلماء إنه الإنسان جميع ألوان الطيف موجودة فيه. طيب كل لون مختص بمنطقة معينة ابتداء من أعلى الرأس إلى آخر الجذع، فكل لون له منطقة مسؤول عنها. وبدأوا كيف يقيسوا؟ قال والله طبعا إحنا الألوان هذه الطيف اللي موجودة على الإنسان واللي مترتبة عليه بهذا الترتيب، إذا في خلل في مكان ما هنشوف شو اللون المنطقة هذه وكيف أحزز له اللون هذا حتى أعمله التوازن الطبيعي. بمعنى خلينا نبدأ بأول ترتيبها من أعلى الرأس تماما اللون البنفسجي. أنا ندي نفسي أعطي الترتيب بالكامل حتى السادة المستمعين يبدأوا يسجلوا، إذا ما هم معهم ورقة وقلم يجيبوا ويسجلوا ترتيب الألوان على الجسم. هذا اللي أنت حتقول الحين، هذا لما إحنا نشوف بعض في صور بالذات عند الصينيين بيحطون الشخص وصور ألوان سبع فارد ظهره هذه هي الكرات المضيئة. أيوة. عليه من أول والآخر. نعم، كل كرة بلور معين. طبعا إحنا اليوم ما بنتكلم عن طاقة أو شاكرات، فأرجو لأحد من المستمعين يقول لي شاكرات وطاقة، أنا ما بتكلم عليها. إحنا بناخد منطلق ومنظور الألوان. أنا ما لي علاقة في الشاكرات أو الطاقة، خلوها على جنب رجاء، لا نفتح نقاش أبدا. طيب أنت قلت الرأس، يلا الرأس قلت البنفسجي صح؟ طيب ليش البنفسجي؟ قمة الرأس من فوق من الأعلى اللون البنفسجي. طب خلونا نأخذ مثال، بمعنى أن لو واحد جاني من فوق هنا وبيقول لي والله أنا هذا المكان بشعر فيه دائما بألم، بشعر بعدم توازن، بيأثر علي، المعالجين بيحاولوا أنهم يدخلوا له اللون البنفسجي. معناته ممكن أقول له والله البس ملابس فيها بنفسجي، إذا كانت مرأة البسي وشاح، شيلي شنطة، جزمتك، في رجل في غرفة بيته عطلي لوحة فيها بنفسجي. ونبدأ نتدرج طبعا في الألوان. إحنا عندنا أول شيء بنبدأ قلنا من فوق اللي هي قمة الرأس اللون البنفسجي. أتمنى الجميع أستاذ إبراهيم، الرأس اللي يعني مثلا اللي بيعاني من صداع أو شقيقة والأشياء هذه، يعني أنا بتكلم ممكن. على يعني إذا كان بيشعر بصداع مكانه في مقد، يعني خلينا أقول نصف الرأس من الأعلى. طيب يعني منتصف الرأس من أعلى الرأس من عند القشرة، هذا هو المنطقة اللي احنا الآن بنتكلم عنها اللون البنفسجي. إذا يشعر بالصداع في منتصف الرأس تماما بين العينين أو منتصف المخ، احنا في منطقة اللون الأزرق. الأزرق سجريهم والله يا رشا. أيوة أوكي. طيب إذا وصلنا لمنطقة الحلق ويقول لك والله عندي التهاب في الحلق، حاسس بألام في الحلق، إذا نتكلم على اللون الأزرق الفاتح فوق، طبعا اللي منتصف الرأس أزرق غامق عند الحلق الأزرق الفاتح. أوكي. طيب والقلب نتكلم عن اللون الأخضر اللي دائما يقولون قلبهم يعورهم. نعم، هذا اللون الأخضر. حلو. وبعد كده نتكلم على البطن والأمعاء اللون الأصفر. يعني يلبسون تيشيرت أصفر. أوكي. نعم، والقيلون اللون البرتقالي. ومنطقة الحوض اللون الأحمر. منطقة هعيدها مرة ثانية، أتمنى الجميع يسجل الترتيب. يا ليت. أول الرأس من الأعلى على قشرة الرأس الجمجمة من منتصفها هنبدأ باللون البنفسجي. المخ ما بين العينين اللون الأزرق الغامق، الحلق اللون الأزرق الفاتح، القلب اللون الأخضر، الأمعاء اللون الأصفر، القولون اللون البرتقالي، ومنطقة الحوض اللون الأحمر. هذه الألوان الآن نحن قسمناها على الجسم. طيب بعد كده والله أنا شاعر بألم فين في معدتي؟ المعدة معناته أنت تحتاج اللون الأصفر. إيش في أشياء لون أصفر ممكن كمان أنا أعطيله إياها كغذاء؟ أو أقدر أعطيله الليمون. الليمون من الأشياء الصفرة، خذ الليمون، معناته هو محتاج إنه لهذه المنطقة إنه يأخذ غذاء لونه أصفر، يكون في عنده ألوان صفرة. بعد قليل حنتكلم عن مفهوم آخر فكريني نرجع له اللي هو تنفس اللون، بس مش الآن، خلينا نخلص النقطة اللي بنتكلم فيها. نعم. فإحنا الآن نحتاجها مثلا منطقة الحوض. خليني أقول أحد شاكل اللي والله أنا منطقة الحوض أي شيء خلال منطقة الحوض بيألمه، فورا حذكر إحنا شو اللون اللي اخترناه في منطقة الحوض وقلناه الحوض اللون الأحمر. الأحمر قلنا الحوض.
الأحمر بالضبط إيه؟ معناته إيش ممكن من الفواكه أو الخضار حمراء أطفو بيها؟ حمراء عندنا التوت، عندنا التفاح الأحمر، عندنا الفراولة، الطماطم، الفلفل الأحمر بالضبط. نعم بالضبط، معناته الأشياء الحمراء لأنها تحرك له الدورة الدموية فهو محتاجها أكثر عشان هو في هذه المنطقة. تفضل خذ هذه الأشياء الحمراء، أحاول أنك تحصل على جرعة من اللون الأحمر يكون موجودة في غرفتك، وطل لوحة في ملابسك باللون الأحمر. هذا أسلوب من الأساليب العلاجية بالألوان، روعة بيرتاحوا معه وبيتجاوبوا معه بشكل كبير الناس اللي بيجربوا العلاج. هنتكلم الآن، احنا حنطلع فاصل سريع، حنطلع فاصل سريع استاذ ابراهيم، نريحك فيه، بس حابه اعلق نقطه صغيره استاذ ابراهيم. تفضل. انت قلت القلب اخضر صح؟ نعم. هذا عشان كذا متداول او دارج عند الناس، يقولون على شخص والله هذا قلبه خضر، بالذات لو كان كبير في السن يقولون بس هذا قلبه خضر. صحيح صحيح صحيح. وفي نفس الوقت كمان هو بننصح دائما لمرضى القلب انهم ياكلون الخضار بشكل كبير، وبالذات الخضار الورقيه. كل الناس اللي عندهم مشاكل في القلب او عندهم جلطات، الاطباء بينصحوهم انه يكثر من الخضار الورقيات تحديدا للقلب، دائما انهم بيبتعدوا عن اشياء كثير ثانيه، ولكنه بيكثروا من الخضار الخضراء تحديدا. نعم. نطلع الفاصل ونرجع. يلا حنطلع مستمعين الكرام، كل الالوانكم الخاصه حطوها لي الان على تويتر على @@الفلففام وات ابراهيم سلامه وات امينه العبد الله A3M4E. الاستاذ ابراهيم سلامه المدرب المتخصص في الموارد البشريه والتنميه الذاتيه وصناعه القاده والتدريب على مشاكل على مشاريع الاعمال الصغيره، راح يجاوب على الوانكم، وايضا راح ناخذكم اكيد مشاركات هاتفيه اللي حابين يتواصلوا معاه على 012-61-61-100. شكرا للي ما زالوا بيرتويتون اليوم، طاقه فعلا رهيبه، نبيكم اقوى رتويت لحلقه اليوم. راشد رضوان القرد العبيدي واسمع عابد يولداش بنت السلطان وعزوزه وبندر جفري، واليوم حلقتنا عن العلاج بطاقه الألوان. رح ناخذكم أنتم أيضا اتصالات مشاركات هاتفية، والأستاذ إبراهيم رح يقول لكم إيش الألوان اللي تلبسونها أو إيش الأغذية اللي تأكلونها. الأغذية الملونة رح يكون إن شاء الله سؤالنا القادم. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. أستاذ إبراهيم ما شاء الله كمية اتصالات رهيبة، بس أبغى أقول لك تغريدة أكيد أنت حضرتك شفتها. أبو فواز يقول أمينة نبي الأستاذ إبراهيم ينزل لنا هذه الفوائد، هذه كلها بشروحات بتويتر وصور مدعومة، يعني أتمنى عقب الوقت ما يتسنى لك وقتك تحط لنا هالتغريدات. ممتاز. أي تغريدات عفوا؟ تغريدات بالنسبة لحكينا اليوم اللي قلتها والألوان، ويمكن أنت شايف القرموشي كلهم قاموا يتفاعلون يحطون أشياء متعلقة بحلقة اليوم. طيب ممتاز ممتاز. طيب. وصلنا عند قلنا القلب، وصلنا عند نقطة عجيبة قاعدين قبل شوي أنا ورشا تحت الهواء مستغربين منها الحلق. قلت أنت أزرق فاتح. عفوا الحلق أزرق فاتح. أيوة. فعلا هو الأزرق الفاتح، هذا لجميع مشاكل الحلق. الأزرق الفاتح طبعا إن ما لقينا، يعني احنا قاعدين نتكلم قبل شوي قلنا على الأغذية وإنه كل غذاء ندور اللون، احنا عندنا عدة طرق للمعالجة باللون، إما إني أوصف له أغذية معينة بنفس هذا اللون ياخده، أو إني أخليه يشوف اللون هذا بشكل كبير أمامه بحيث إنه يعلق لوحة يلبسه في ملابسه، أو الاستراتيجية الثالثة إني أخليه يتنفس اللون. يتنفس اللون؟ يتنفس اللون، بغيت أشرق. يستنشق اللون أستاذ إبراهيم؟ يستنشق اللون ويشمه. كيف ممكن؟ لحظة، أنا في شغلة أنا أعرفها، مثلا لما نجي نشتري شموع على سبيل المثال أو الروائح العطرية، دائما مثلا الليمون برمزولها بالأصفر، الفراولة الاستروبري برمزولها بالأحمر، أي شيء برتقالي برمزولها البرتقال. هل هذا ريحة اللي بنشمها إحنا هذا الريحة الأصلية لهذا اللون؟ البرتقال فعلا هو البرتقال؟ اللون لون الفراولة اللون الأحمر هو فعلا لون الفراولة؟ بالضبط بالضبط بالضبط، اللون هو على الفراولة على التوت، يعني أكثر التو... بين الفراولة والتوت اللون الأحمر فعلا هذا. طيب. فعلا أستاذ إبراهيم أنت الآن لو حضرتك مغمض عيونك وجبت لك بعض الروائح
ومن الروائح اللي انت بتعرفيها ما راح تتعرفي على درجه اللون وتقولي والله هذا لون وكذا. اي انا اذا شميت ريحه الليمون على طول حرمز للون الاصفر، اذا شميت بالضبط. ريحه البرتقال على طول حرمز للون اللون البرتقالي، لكن فعلا يعني فعلا جسدوها هم ربطوها يعني بالضبط. واصبحنا نتعرف عليه بشكل متعارف عليه، يعني ما تشمي مثلا ريحه يعني ريحه شيء غريب ريحه شوكولاته وتقولي والله هذا لونه ابيض، لا حتقولي ريحه شوكولاته هذا غالبا لون الشوكولاته الدارك او الفاتح. الالوان لها روائح، لكن احنا لازم نبدا نتعلم كيف نستنشق اللون، كيف اقدر اشم ريحه اللون. هنا احنا بنحتاج انه ناخذ حضرتكم والسادة المستمعين إلى شوية رحلة كده في عالم الخيال. يلا نبغاكم، نعم نبغاكم تكونوا تتخيلوا وتجلسوا كده ريلاكس. يعني حنعمل تدريب، نعمل تدريب الحين أستاذ إبراهيم؟ حابة؟ والله يا ليت احنا والمستمعين ما شاء الله لو تشوف الاتصالات، يعني بالذات اللي في السياره نخلي بس يتأنون في السواقه، واللي على تويتر لا اللي في السياره اتمنى انه يوقفوا السيارات او انه يعملوا لاحقا، كمل سيارتك توصل بالسلامه ان شاء الله وتعمل التمرين لاحقا، بس ركز معنا ايش بنساوي في التمرين وتسوي لاحقا. الناس اللي في بيوتها والناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات الذكيه او اجهزه الجوال بالذات هذا ممكن يسترخي ويسترخي الان هو جالس، باعد بين رجلينك، لا تخليك حاطط رجل على رجل، افرد يدينك وخليهم على جنبك، تنفس بعمق من الأنف حتى تمتلئ الرئة بالهواء، خذ شهيق طويل، اكتم النفس، اكتم شوية كمان، زفير على مهل، ممتاز. مرة ثانية شهيق طويل لآخر الرئة، اكتم النفس أكثر شوية كمان أكثر، زفير هادئ وعميق مرة رائع. الآن مع كل شهيق خذوا شهيق وتخيلوا أنكم بتستنشقوا الصحة والعافية داخل الرئة، تخيلوا يلا شهيق وتخيلوا الصحة والعافية والنشاط داخل جسدكم، اكتب النفس، تخيل أنه في طاقة داخلك الآن، الآن الزفير، وتخيل أنك بتطرح كل شيء سلبي مع الزفير، أي أمراض أي مشاكل أي ضغط نفسي مع الزفير، ممتاز. هذا التمرين أبغى بصفة عامة يكون يتكرر. الآن نراكم وإنتوا في هذه المرحلة، كملوا شهيق بنفس الطريقة، شهيق طويل عميق، كتم نفس، أبغى حدود 5 ثواني، وإذا تقدر تزيد تزيد، وبعدين زفير هادئ جدا. والعملية هذه مستمرة، عيونكم مغلقة، أبغاكم تتخيلوا اللون البنفسجي، مثال تخيلوا اللون البنفسجي أمامكم وانت عيونكم مغلقة، تخيلوا أنه كورة من اللون البنفسجي، البنفسجي هذه زودوا الدرجة اللون، تخيلوا الكورة بتكبر والدرجة اللون بتزيد تكبر. دكتور أستاذ إبراهيم أنا شميت ريحة ممتاز، جربوا الكورة هذه منكم واستنشقوا الريحة اللي فيها مع الشهيق. أبغى الناس اللي فعلا استشعرت إنه في ريحة تكتب على تويتر إنها فعلا استنشقت ريحة، وإذا تقدروا توصفوها ياريت توصفوها على تويتر الآن، مش كلكم يمكن من أول مرة حيقدر يستنشق شيء ويقول والله شميته وميزت ريحة، بعضكم حيقول لا ما صار، معليش هذا يحتاج تمرين، إحنا بنتكلم في حاجة بناخد فيها أيام حتى نوصل لمرحلة، الآن في ساعة لو قدرنا نوصل فإحنا أبطال، إذا ما قدرنا نوصل فمعليش إحنا بنعطي الأساسيات وممكن تجربوا مرة تانية ومرة ثالثة. حلو، توصلوا الريحة اللون البنفسجي اكتبوا لي إياه، إيش هي الريحة هذه اللي شمتوها، في ناس شموها بس مو عارفين إيش هي، أنا بالضبط بس أنا ماني عارفة إيش هي، يعني أنا قاعد الحين أبغى أركز أقول لك إيش هو اللون، أنا ماني عارفة بالضبط إيش هو اللون اللي ممكن الريحة. الريحة تصفيها طيب. ماني عارفة أوصفها. أنا خلينا نشوف إجابات المستمعين على تويتر، أتمنى أقرب واحد وصل الإجابة إن نكتبها حتى نشوفه، وإذا كتبت تبلغيني بلغيني. يلا إذا أحد كتب حبلغك. معناته. طيب ممتاز. فانيليا. رشا رشا أول واحدة تقول أنا شميت زي ريحة الفانيليا. قريبة. أي. طيب. تقريبا. أنا تقريبا يمكن قريبة نفس الحكاية.
ممتاز. خلينا برضو نكمل كلامنا حتى ما تجي إجابات أكثر. عموما هذه أول تجربة، مع الوقت مع التكرار مع التمرين راح نصبح أكثر شطارة في استنشاق اللون، وفعلا نبدأ ممكن نتخيل اللون ونشمه. الآن لو كنا سوينا نفس التمرين على اللون الأخضر، صدقوني بتشموا ريحة العشب اللي لما تمشي بحديقة مقصوص عشبها فورا بتشموها. حلو، في ريحة الزرع طالعة ز حشيش كان في حديقة. طيب أستاذ إبراهيم، يعني ما شاء الله أنت لو تشوف تويتر يعني ما شاء الله تبارك الله، إيش رأيك أفتح لك الاتصالات؟ أفتح لك الاتصالات ولا حاب تضيف نقطة؟ طيب خلينا ناخذ اتصالات. ناخذ اتصالات، يلا رح نبدأ أول اتصال معانا على 012-61-61-100 012-61-61-100 أستاذ إبراهيم. واحدة فهد البيشي يقول أنا جاني النوم. معليش، لأن الاسترخاء فعلا بيديله النوم، خصوصا ريحة البنفسج. أنا كنت أتمنى أسمع أحد الإجابات. في واحد كاتب أنا شميت ريحة كادي العنب. طيب خلاص أنا حفظت على الريحة الفعلية، هي ريحة اللافندر. اللافندر احنا متعودين اللافندر اسم ما هو عربي كثير، لكن اللافندر هذا لو راحوا يمكن اشتروه كده من برا عطر اللافندر يشموه، ربما يشموها قريبه من الريحه. واحده بنجابتها تقول شميت ريحه فاكهه على خفيف. واحده ثانيه او المعتصم قال انا بصراحه شميت عطر ريحته حلوه قريب من ريحه، يقول عطر بتستخدمه بنت اختي قبل نص ساعه كانت موجوده. ممتاز. هي الريحة قريبة من اللافندر. اللافندر هذه نفس عطرية لونها بنفسجي بتعطي هذه الريحة، وهذه الريحة بيستخدموها في المحلات حقت المساجات كثير. لما بيكون المحلات مساجات خمس نجوم راقية بنشوم في ريحة عطرية مهدئة للأعصاب وتجيب الاسترخاء. عشان كده اللي قال أنا حسيت بالنوم فعلا اللي حس بالنوم صح، لانه هذه هي الريحه حقت العطر هذا اللافندر اللي تستخدم للاسترخاء، هذه في اول الراس او المخ. هذا انا بستخدمه علاج اللي بيجيني يقول لي انا والله متعصب مشدود، انا بشعر بالم هنا، انا ما برتاح كثير. كل لون لما ابدا اشم ريحته واشم اثاره اعرف انا كيف ممكن اقدر اعالج فيه. نعم، حنبدا على السريع، حناخذ على السريع اتصالات ما شاء الله تبارك الله، يعني كل الخطوط مشغوله، نحاول نرد على قدر المستطاع وناخذ اخونا فهد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله اخوي فهد، تفضل. الصراحه البرنامج الفكره عجبتني، وانا لاحظت من التجربه اللي سويتها اني سميت ريحه الاقحوان. طيب ريحه ايش؟ الاقحوان يقول. أنا ماني عارف إيش هو الأقحوان هذا، أسمع بيه بس ما جربت ريحته. طيب يعني. طيب شكرا لك يا فهد. قاعدين يحطون يقول أنا تحمس، يقول سويت التجربة، يقول شميت ريحة زي الكرز. أنا سعيد إنه ما شاء الله تبارك الله بدأوا يشموا الروائح فورا، معناته استنشاق الألوان طلع. الناس طلعت أهو، فجميل. وكل لون حيشموا ريحته من ألوان الطيف السبعة، أخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، كل لون حتلقوا يعطوكم تأثير رائع. اللي قال فعلا أعطاني نوم صح؟ جنون قال الحين أنا زاد عندي ضغط النوم. هذا شخص ثاني. يعني إيش ضغط النوم؟ قبل يعني أنه تبغى تنام؟ يبغى ينام بالضبط لأن جنون. اللون اللي أنا أعطيته لون اللي هو الاسترخاء، اللون البنفسجي. لو الآن يبغى نشم اللون الأحمر صدقيني حتلقيهم كلهم يقولوا لك يلا خليني نكس. طيب. حلو، خلينا ناخذ اتصال استاذ ابراهيم. ناخذ اتصال، يلا عائض الشهري، حياك الله اخوي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. كيف حالك يا استاذ؟ حياك الله، سهلا. بالله يا استاذ نبغى التدريب هذا ينعاد وكذا، لانه بصراحه انا ابغى اسوي حوادث قبل شويه. يا لطيف. ابغى اختار الوان وسبحان الله انا ما جاء معايا ولا لون ولا شميت ريحه ولا شيء، يعني بالله نبغى نعيد التدريب عشان. طيب لازم تكونوا مركزين ومسترخين، ما ينفع وانت بالسيارة. طيب انا بوقف بس معاهم يلا. طيب بس هو عشان بس حفاظا على وقت البرنامج فينا ناخذ شويه اتصالات. اوعدك في الحلقات القادمه حنعيد اكثر من مره وحنوصل لمراحل ابعد من كده بكثير. انت بس اخذت الفكره العامه وسمعت كيف احنا بنسوي. هو بس برضو يعني اجابه لسؤالك، حناخذ شهيق عميق بهدوء وحنكتم الهواء 5 ثواني، وإذا نقدر نزيد كل مرة 7 ثواني 10 ثواني ممكن نودع الأصبع، وبعدين زفير بهدوء عميق للآخر. في الشهيق تتخيل أنك أنت بتشفط
صحة وعافية وصفاء بال، وفي الزفير تخيل انك انت بتخرج المشاعر السلبية، الامراض، الاوجاع، الافكار السلبية كلها. يعني حتستمر عليها 4-5 مرات نفس شهيق وكتم ثم زفير، وبعدين تتخيل اللون امامك وانت في وضعية الاسترخاء، ما تعمل يد على يد او رجل على رجل، لا حتبرد يدينك ورجولك كده باسترخاء، وتجلس باسترخاء وعيونك مغمضة وتتخيل اللون وتتخيله زي الكورة وتتخيلها بتكبر وتقوى واللون يزيد فيها عشان تبدأ تستنشقها وتبدأ تشم الريحة. نعم احنا حنريحك شوي استاذ ابراهيم، لكن رح نرجع معاك مستمعين الكرام. اي سؤال او استفسار حابين تطرحون على استاذ ابراهيم سلامة، مدرب متخصص في الموارد البشرية والتنمية الذاتية والصناعة القادة والتدريب على مشاريع الاعمال الصغيرة، حابين تسألونا. طبعا احنا اليوم نتكلم عن العلاج بالالوان وبطاقة الألوان والأواني المنزلية، الأواني يمكن ما تطرقنا لها لكن نطرق لها قدام إن شاء الله شوي. اتصلوا على 012-61-61-100 رح يجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم للأستاذ إبراهيم، أو عبر تويتر على @@FFM وآت إبراهيم سلامة وآت أمين العبدالله A3M4E. فاصل سريع ورح نرجع نواصل، فأبقوا على أثير FFM. طاقات بلا حدود مع أمين العبدالله. وعودة من جديد مستمعين الكرام مع الأستاذ إبراهيم سلامة، مدرب متخصص في الموارد البشرية والتنمية الذاتية وصناعة القادة والتدريب على مشاريع الأعمال الصغيرة. أي لون اليوم اتصلوا العلاج بالألوان، موضوع حلقتنا مع الأستاذ إبراهيم على 012-61-61-100. حياك الله أخوي أنس كرينتن، حيا الله كل اللي انضمونا طبعا بالبرنامج اللي ما زالوا بيرتبطوا لبرنامج طاقات بلا حدود. أستاذ إبراهيم حياكم الله، أهلا وسهلا. أحد الأخوان بيقول الأقحوان هو نفسه اللافندر. قاعد الأقحوان هو اللافندر، يقول يا ريت الشباب يصورون وانتم بتسوون. طيب سهيل اليماني، يعني اتمنى ان فعلا معلومته صحيحه. طيب ايش كمان، يلا رح نرجع للاتصالات استاذ ابراهيم، نرجع ناخذ الاتصالات، نحاول ناخذ على قد ما نقدر. يلا ناخذ معانا، ناخذ ماجد ولا ابو حسام؟ ماجد. الو، يعافيك تفضل. الله يعافيك يا ابو سعد، تعيد الاسترخاء هذا اللي صراحه كنت في السياره وما سمعت التجربه من بدايه، فحبيت اني اشارككم فيها. طيب حاضر، ابشر، التمرين راح نخليه عيده ان شاء الله استاذ ابراهيم، يعطيك الف يعافيك. الله يعافيك. يا هلا، ناخذ ابو حسام. ابو حسام مري الاتصال يا رشا. ابو حسام الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اشارك؟ اتفضل حضرتك على الهواء. تفضل اسمعنا. طيب يتمرر لي اتصال دايركت. الو، عيسى. عمر. عمر حياك الله اخوي عمر. الله يحييك يا اختي، اتفضل. زاد فضلك ان شاء الله. اقول لك بالنسبة للالوان هذه، يعني اللون الاصفر ايش يعني؟ أنا سمعت البرامج الأخير كده ماشي بالخط و... طيب حاضر، تبي تعرف أنت لونك المفضل الأصفر يعني؟ أنا لون مفضل الأحمر. الأحمر؟ طب إيش حق سألت على الأصفر؟ ها؟ إيش معنى سألت على الأصفر؟ الأصفر أنا سمعت البرامج على أساس البقرة، وما البقرة هذا كلها يعني أساس إيش اللون الآن؟ أوكي أوكي، فهمت حلاء يا أختي؟ أوكي حاضر، تفضل. الله يستر عليك إن شاء الله. الجميع إن شاء الله يا رب. ومن قال؟ تفضل أستاذ إبراهيم. ألو أستاذ إبراهيم. ايوه معاكي. اي سمعت المتصل؟ نعم نعم، بنجاوب الان ولا؟ لا لا تفضل تفضل جاوب تفضل. طيب طبعا هو اللون الاصفر احنا يمكن تكلمنا عليه في البدايه، صحيح، واستدلينا به انه هو اللون اللي يبعث السرور في النفس، فانها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاللون الاصفر يعني درسوه وتوصلوا انه فعلا هذا اللون بيبعث السرور، ولذلك هو هذا اللون نفسه اللي يستخدم في الوجيه الضاحكة، هذه الوجيه المبتسمة، الابتسامات اللي نسميها سمايل فيسز، فاللون الأصفر هو المستخدم فيها. اللون الأصفر
يستخدم غالبا كعلاج للناس اللي بيكونوا شاعرين بالكآبة أو بالحزن أو إنهم في عندهم بعض الخوف، فأنا بعطيه اطمئنان أكثر فبعطي له اللون الأصفر. الأصفر هو لون متألق، فيه له دفء شوية من الأحمر، قريب ما بين الأحمر والبرتقال، يعني هو أصفر ثم برتقالي فأحمر. فأنت لونك الأفضل الأحمر، ما شاء الله، معناته أنت شخص من جوتك عملي، شخص أتوقع أنك نشيط، شخص تحب الحركة، ما أنت خمول، تحتاج بعض الأحيان ربما لك أنت يعني إلى بعض اللون الأصفر في حياتك، ويمكن هو عشان كده شدك، لأنه بيعطي ابتسامة، بيعطي جمال، بيعطي شعور بالسعادة. فاللون الأصفر قد ندخله في حياتنا للسعادة طبعا. طيب. وأيضا يعالج به المنطقة اللي هي قلنا منطقة الأمعاء. فضلي. حلو، ناخذ سعد. سعد، الو، اتفضل اخوي، اتفضل حضرتك على الهواء، تفضل، ادخل مع الهواء، انا والله داوم الحين وقت. طيب شكرا لك اخوي. يعني اتمنى ندخلكم على الهواء دايركت، تكونوا معنا. احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي. مساك الله بخير حبيبي. مساك الله بمثل. بس اسال دكتور، انت من شوي قال ممكن يشمه او يشوفه او ياكله. نعم صحيح. الالوان لها علاقه بعلاج الامراض كذا. انا اصلا عندي الان تجيني في البطن، وبنفس الوقت انا شغلتي شيف، فاكل جميع الالوان. صحيح، ابدع في الطبق بالوانه. طيب والالم بالبطن بالامعاء كذا، ايش اللي ممكن استفيد منها من الالوان؟ حلو، طيب ممتاز. انت طويل العمر ممكن فعلا بتاكل الالوان كلها. عارف، بس طبعا اكيد في الوان اكثر بتغلب على الطهي، يعني في الطهي عندك الوان بتزيد عن ما يتهيألي مع الطهي بيتغير بعض الالوان، لكن ان كنت انت تحتاج مثلا قلت لي في الالم في البطن زي ما انا سمعت، فانت تحتاج الى اللون الاصفر بشكل افضل، معناته انت ممكن تاكل الاشياء اللي لونها صفراء زي او قريب حتى مثلا البرتقاله او الليمون الاصفر. ايضا المانجا الصفراء. غير كده انت ممكن حتى تعزز اللون الاصفر في حياتك، فممكن تكون ملابسك فيها الوان صفراء، ممكن تركب لوح صفراء، او حتى تصبغ جزء من الجدار عندك باللون الاصفر، كده تستفيد اكثر انك تعزز. ممكن حتى عفوا، ممكن حتى مخدات على الكنبة، اللحاف حق السرير، ممكن يعني يحط لون، يكون مثلا اللحاف نفسه لون اصفر، بفيده استاذ ابراهيم. بالضبط. احنا تكلمنا الان كمفهوم العلاج، بعد شويه بعد ما ناخذ اتصالات قبل ما نختتم البرنامج حنشرح كيف ممكن تستخدم الاواني، خصوصا انت يا شيف، طيب، والناس اللي في بيوتها، عشان برضو يعزز اللون اللي هو بياخذ. اجل انا اخر اتصالين اللي حتكون معي عشان يكون عندنا وقت، لان الوقت بدا يداهمنا، ما عندنا لا يمكن 4-5 دقائق. ناخذ نايف. طيب. نعم. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الله، مساكم كل خير. مساكم. قبل شوي التمرين اللي عرض علينا الدكتور، معليش، جربت وسويته بالضبط، وجربته على اللون الأخضر، معذرة، أنا شميت ريحة حليب منتهي الصلاحية. يا شيخ. ما أدري إيش السبب. هذا لازم تبلغ عليه الأمانة على فكرة. لحظة، أستاذ إبراهيم، نايف، من جدك بكل أمانة، والله العلي العظيم، بدون أي مبالغة، اللي شميت الريحة والحد لما متضايق منها من جدك. أنا على فكرة أنا مبسوط أنك شميت ريحة، سواء كانت منتهي الصلاحية ولا جديدة صلاحية، أشوف من أي بقالة أخذته. طيب أمزح طبعا، لكن الفكرة أنك أنت فعلا شميت، يعني قالك أنك قدرت تشم اللون مع التمرين وإعادة التمرين والتركيز بشكل أكبر، حتقدر توصل إلى 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 قوة واستنشاق الريحة بشكل أكبر. ممكن في مرة من المرات، وحتشوفوا بعد ما تساوي التمارين، إنكم بعد كده لما تشوفوا لون أخضر في شجرة أو في حاجة، ممكن تروحوا تفركوها وتبدأوا تشموها. فعلا
حلو بنفسجي حتبداوا تشموه هتصبح عندكم هذا الاهتمام. نعم. لكن مبدئيا انا مبسوط انك شميت ريحه وانه فعلا وقدرت توصل. قاعدين انت حتشوف ايوه انت حتشوف على تويتر قاعدين يحطوا لي كل واحد ايش شاف وقاعدين يعيدون يعني بعض البنات والشباب قاعدين يعيدون التمرين على الوان ثانيه قاعدين بس خلوكم معنا الحين لا تضيعوا والله ما في قدامي الا دقيقتين تروالي الاواني حنأجلها الاسبوع الجاي ناخذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل يا عبد الله. مساكم الله بالخير ان شاء الله. ومن قال من سماء تفضل. الله يسلمك. بس انا حبيت يعني هذه اول مشاركه لي حبيت يعني اتصل واسلم عليكم والله يعطيكم العافيه ان شاء الله. الله يعافيك الله يعافيك وش وانا متابع لكم والله بكل لهفه وشوق الله يديكم الف عافيه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله ان علمي انتفع فيه ان شاء الله انتفعت من اليوم. شكرا استاذ ابراهيم قدامي دقيقه يعني شوف قاعدين والله انت احمد حتشوف ايش حاطين الالوان حتشوفها بالضبط مثل ما حضرتك قلت. طيب ممتاز بس خلاص عشان نختم في الدقيقة هذه أخواني المستمعين أخواني المستمعات أستاذتنا الرائعة أستاذة أمينة اليوم استمتعت بالحديث معاكم يعطيكم ألف عافية. النقطة الأخيرة ما في وقت طبعا نقولها إيش الأواني الأواني إنه أحيانا ما نبغى نشرب اللون طيب ما عندنا وقت كثير فخلينا نتكلم كيف ممكن نشرب اللون في الحلقة القادمة إن شاء الله. تابعونا على ألف ألف إف إم برنامج طاقات بلا حدود مع المبدعة دائما أستاذة أمينة العبدالله. تسلم تسلم حقيقي استمتعنا اليوم حقيقي واللي على تويتر راح تشوفون أستاذ إبراهيم سلامة المدرب المتخصص في الموارد البشرية والتنمية الذاتية وصناعة القادة وأيضا التدريب على مشاريع الأعمال الصغيرة راح يرد على كل الألوان اللي أنتوا حطيتوها. أيضا الأسبوع القادم إن شاء الله راح يطل علينا يوم الثلاثاء القادم أيضا راح يطل علينا مرة ثانية الأستاذ إبراهيم راح نحاور على أشياء كثيرة راح تكون رائعة وخيالية يمكن ما خطرت حتى على بالنا. كل الشكر لكل تواصلوا معي سواء بيا دار أو ثيمبو أو برنامج طاقات بلا حدود سواء عبر الاسمسز أو عبر مشاركاتكم معايا على صفحتنا بتويتر وعبر خط هاتفنا. كل الشكر أيضا لزميلتي رشا اندجاني من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقتنا البرامجية برامج ألف ألف أف أم. كنت معكم أمين العبدالله فمان الله.